ارتفع عدد من تم إجلاؤهم من أفغانستان منذ منتصف أغسطس الجاري إلى أكثر من 82 ألف شخص بحسب ما أعلن البيت الأبيض. فقد قال البيت الأبيض أنه تم إجلاء نحو 19 ألف شخص من العاصمة الأفغانية كابول أمس الثلاثاء، ومع إجلاء هؤلاء يرتفع العدد الإجمالي لمن تم نقلهم جوا من أفغانستان منذ 14 من أغسطس إلى 82 ألف و300 شخص. قالت وسائل أعلام لبنانية أن القضاء أصدر مذكرة بحث وتحر لمدة شهر بحق حاكم المصرف المركزي رياض سلامي، فيما تتفاقم أزمة البلاد الاقتصادية يوما بعد يوم وسط غياب أي مؤشر حول انفراج وشيك. فقد أصدرت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون بلاغ بحث وتحر لمدة شهر بحق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامي، وجاء هذا البلاغ بعد تغيب رياض سلامي عن حضور عدة جلسات في ملف تحويلات مالية إلى الخارج.